أم مريم تسأل عن حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وتأتينا تقول رسائل عن الشهر المبارك. أختي أم مريم، سمعت جوابي للأخ محمد من عجمان قبل قليل وفصلت في هذا، أما الحديث هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأحاديث المشتهرة على الألسن، وللأسف يروجها كثير من الخطبة أيضا على أعواد المنابر وينقلها العوام عنهم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان ما يمنع أن يقول اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب اللهم بارك لنا في جميع الأشهر والأيام، ما في، لكن يعتقد بأن هذا حديث نقول له لا، هذا ليس بحديث صحيح.